اهلا بيكم، حلقة جديدة غير سعيدة على جماهير ليفربول. يعني بصراحة انا مش هعرف انام من غير ما اتكلم عن الماتش. الماتش يعني منرفزني، يعني كل الناس طبعا بتتكلم على الكورة بتاعت ساديو ماني. باختصار شديد، هو راجل يا جماعة فكر تفكيرين، يعني الكورة زي ديت الناس اللي لعب الكورة هتبقى فاهمة اللي انا بقوله. ده اللعيب دوت فكر تفكيرين، لان هي قوة الباس دي في المكان ده دي مش منطقية. يعني هو لو دماغه ان هو هيباصي لصلاح ف ببساطة كان هيلعبها له مظبوطة. هو 2-1، مفيش فيها اختراع، مفيش فيها أي حاجة. هو هيوصيها له وهيباصيها له، هو مش عايز يأنن، بس هو فكر تفكيرين، هيروح أو يشوط ولا هيباصيها لصلاح. اتجاه التفكير الأدوار إن هو هيباصيها لصلاح، بس القوة اللي راحت بيها الباصة دي هو مش قاصدها، لكن هو دماغه فكرت في تفكيرين. الناس اللي لعب الكورة هتفهم اللي أنا بتكلم فيه. طبعا الكورة دي ضيعت الماتش بشكل كامل. ليفربول ما زال المشكله الاساسيه اللي واضحه لنا من اول الموسم، مفيش دكه. مين يا جماعه الناس اللي قاعده على الدكه؟ مين الناس اللي ممكن تنزل تخلص بعد اصابه اوريجي؟ الماتش اللي فات ما بقاش فيه غير شاكيري وتشامبرلين، والاثنين يعني مش اللعيبه اللي هتصنع الفارق. طبعا غلطه نادره من فان دايك، يعني بصف في منطقه صعبه جدا بالشكل دوت، زائد البينالتي اللي عليه شكوك. يعني بصراحه ماتش مستفز. تعالوا نتكلم في التفاصيل. طبعا ما فيش شك ان الماتش هو ماتش صعب، لان ليفربول بيلعب نابولي. نابولي فرقه مش سهله بقياده انشيلوتي، لكن ما حدش يتوقع ان بطل اوروبا يخسر اول ماتش في المجموعه. يعتبر الماتش دوت من 24 سنه ما فيش بطل لاوروبا يخسر ماتش الافتتاحي، فليفربول بيحقق رقم سلبي قياسي للاسف. ورقم سلبي تاني ان دوت يعتبر الماتش الرابع ليفربول على مستوى المجموعات يخسره، لان اخر 3 ماتشات لعبهم بره ارضه في البطوله اللي فاتت قدام نابولي والنجم الاحمر الصربي وباريس سان جيرمان خسرهم، وده برده قدام نابولي بيخسروا. في 4 ماتشات بره ارض ليفربول او بره الانفيلد بيخسرهم، رقم سلبي تاني ليفربول. بشكل عام اداء ليفربول في الماتش كان اداء كويس وشكل الفرقه كان كويس، لكن في الماتشات اللي زي ديت لما بتجيلك فرصه زي بتاعت مانين اللي كان المفروض بيباصيها لصلاح صح جون وتضيع، فخلاص استحمل بقى يا ريس، استحمل اللي هيحصل فيك. فطبعا بينالتي مشكوك في امره، بس خلاص ضيع الماتش. خلاص انت الدقيقه 82 بيدخل فيه البينالتي، وخطا ساذج في الدقيقه 92 بلورانتي بيجيب الجون الثاني لنابولي. يعني بصراحه كلوب نفسه علق على الماتش وقال ان هم قدروا ان هم يستغلوا الاخطاء بتاعتنا ولعبوا على المرتدات. طبعا انشيلوتي يا جماعه معلم، طبعا يعني مش محتاج كلام عليه، الراجل عقر يعني بيعرف يخلص ازاي الماتشات اللي زي ديت. وليفربول افتقد لوجود دكه، افتقد للحظ، وافتقد للتوفيق. ومش هتكلم على حته ماني دي، زي ما قلت هو يعني الموضوع مش مستاهل اكتر من ان هو فكر تفكيرين، وانا مش فاهم ليه فكر تفكيرين في حته زي ديت. الموضوع سهل جدا، واصل حبيبي لصلاح، صلاح حبيبي حط جون، الموضوع خلصان، مش لازم نهلك. يعني هي خلاص 2-1 بصيله حط جون، فالموضوع قرار غريب من ماني وباصه غريبه ضيعت الماتش. طبعا شكل المجموعة بقى شكلها غريب، سلاسبورج بقى في المقدمة لأنه كسب 6-2، كسب جينك 6-2، وتحتيه نابلي، وبعد كده ليفربول وجينك في الآخر. يعني أكيد ليفربول يعني هيبقى ليه طبعا حظوظ أكتر في الماتشات اللي جاية وهيتأهل، مفيش مشكلة. بس شكل الفرقة كده غريب، يعني معرفش الموسم كده هنكمله ازاي بالدكة الغريبة ديت. اتمنى يكون في حلول، واتمنى كمان يعني حتى لو بصينا على تغييرات انشيلوتي في الجيم عامله ازاي، هي تغييرات واعيه. مشكله الماتش ان هي قبل ماتش تشيلسي اللي هيبقى يوم الاحد في الدوري الانجليزي، تشيلسي لسه خسران 1-0 قدام فالنسيا، فطبعا الفرقتين هيبقوا عايزين يدبوا في بعض. يوم الاحد ده عايز يكسب عشان يكمل الصداره في الدوري الانجليزي. تشيلسي نتائج زي الزفت مع لامبارد، يعني بيفوقوا ماتش ويقعوا ماتش، يفوقوا ماتش ويقعوا ماتش، فالموضوع مش ظريف. طبعا ما ننساش ان كان ما بينهم السوبر الاوروبي، وتشيلسي كان شكله احسن في الماتش وليفربول كسب بينالتيز، لكن في النهايه كان الفوز هيغطي على حاجات كتير وكان هيدي دفعه معنويه للفرقه. اتمنى الفرقه تريكفر بسرعه ونلم الدنيا. واعتقد الناس اللي بتتكلم على حته الارهاق، لا ما احنا لسه في اول الموسم، ودي مش لعيبه بتلعب في الدوري المحلي، دي لعيبه محترفه وبتلعب بال 50 و 60 ماتش. فيعني اعتقد الموضوع مش هيدخل في حته الارهاق، او انا بس خوفي من موضوع الدكه. ربنا يستر على ليفربول الموسم ده. سلام. يا جماعه معلش، لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشتركوا في التشانل بتاعتنا وتشوفوا كل الحلقات وكل الفلوجات. سلام.